ارهابيين بيضربوا في الشرطه والشرطه بتضرب فيهم. الله ده هما في الاول بداوا خناق. لا مفيش خناقه. لا بدات الاول في خناقه. امال بدات في ايه؟ ما بداتش خناقه، هما كانوا بيضربوا النار عليهم من فوق من العماره اللي فوق دي. دول ارهابيين من ايه؟ ما هي ما عمالين يضربوا نار عليهم. اه ضرب نار في الهواء. لا كانوا بيضربوا على الشرطه اللي تحت. الاهالي بتساعد عشان تفك الطريق، بس الاسلام خرب الدنيا اهو عشان يفك الطريق. يا لهو على كلمة الشرطة. ما بيضربوا عليهم في المدرسة. على المدرسة بتضرب عندكم؟ ما لحقتش تصور. عندنا حرب في الأميرية يا جدعان وربنا يستر. الإرهابيين بيضربوا في الشرطة. ده الأمن المركزي اهو. ده الأمن المركزي اهو. اللهم صل على النبي. ايوه ده الامن المركزي ده. خش اوعى. دول ما بيهزروش. دول داخلين على مور. الحق الكلام بتاعه انت عبيط يا اخويا. شفت دول دخلوا ازاي؟ راح عامل دماغك يا حامد. مش الطلق بيجي هنا. خش يا دوش. الطلق بيجي الناحيه دي. خد بالك عشان جه في المنشر هنا وجه في الحيطه بتاعت مصطفى يوسف. اه والله اهو جه في الشجره. هم في العماره اللي في الوش. انا عماره اللي في الوش دي في الخضره. ليه مش جاي في الحيطه؟ هم مش في العماره الخضره يا عم باسل. ده هم جوه. مش هم جوه؟ اي لا في العماره اللي فوق. انا عماره الخضره دي؟ اه الخضره؟ البيضة بيقول لك في البيضة. عماره البيضة. البيضة دي معاها يا عماس اهو. بص دول، بص دول اللي داخلين دول. دول مش باقيين على الدنيا دول. اي 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 الله 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 الله.